جزء حيوي ومتكامل من مدينة العقبة يمتد على مساحة 4 مليون متر مربع بصورة حضارية وأسلوب بناء فريد باسم آيلا. هناك التقيت بالمهندسة هلا الأعرج لتضعنا بصورة المنتجات النهائية. في آيلا احنا عندنا باقة متنوعة من المنتجات السكنية، منها اللي بتطل على الشواطئ، منها اللي بتطل على مرسى اليخوت، ومنها اللي بتطل على الجولف كورس. دائما احنا لما نبلش باي منتج سكني بنطلع على اكثر من ناحيه، الناحيه الجماليه بتهمنا، بنفس الوقت بهمنا النواحي الصحيه وراحه الناس اللي بدهم يسكنوا بهذه المنتجات وبهذه المناطق السكنيه. بنطلع عليها مش مجرد بيت، بس هي نمط حياه. الناس وين بتحب، كيف تعرف تسكن جوا وتقعد برا، تستمتع بداخل البيت وتستمتع بخارج البيت بنفس الوقت. بتطل على مناظر جميلة قدامنا، بين المباني بيكون في مناطق حلوة بيقدروا هم يمشوا فيها يستمتعوا فيها، الأطفال بيلعبوا براحتهم فيها بعيدا عن ضجيج المدينة وبعيدا عن أي صخب. دائما نطلع على التميز بكل إشي، وطبعاً دأبنا هذا دائماً للتميز أهلنا إنه إحنا نفوز بجوائز معمارية عالمية. المنتج اللي إحنا شايفينه ورانا هو أحد المشاريع اللي إحنا رح نسلمها حالياً بعد فترة شهرين تقريباً، رح نسلمها للناس ونقول لهم تعالوا تفضلوا اسكنوا فيها. هذا المباني اللي ورانا فازت بمجموعة من الجوائز العالمية، جوائز التميز على مستوى الأردن، وبالإضافة لجوائز التميز على مستوى المنطقة. والجوائز اللي فزنا فيها هي من نوعين، جوائز معمارية التي تعتني بشكل رئيسي على الناحية الجمالية للمباني، وجوائز للمطور اللي هي بتطلع بشكل أكثر على مدى استدامة المنتج ومدى استجابته لرغبات الناس ولطلباتها ومدى الراحة اللي بتوفرها للساكنين وليس فقط الجمالية. وإحنا فخورين إنه هذا المنتج فاز العام الماضي بأربع جوائز من هذه الناحية. احنا هلا فؤاد بالمكان المفضل عندنا. أيوة. شايف انت هالمكان الجميل الحلو حوالينا. هالمشروع هذا رمى علينا احنا كفريق عمل بأيلا بشكل عام وكمهندسين بشكل خاص، حط علينا مسؤولية كبيرة بأن نرتقي للعالمية بكل بأي شيء بنعمله بضمن هذا المشروع، سواء منتج سياحي ولا منتج رياضي ولا منتج ترفيهي. والهدف في أن نوفر بيئة كثير جميلة لأي ناس بيحبوا يسكنوا أو يعيشوا بهذا المكان. وعشان نوصل للعالمية طبعاً اخترنا أفضل أنواع المصممين وأفضل الخبرات سواء عالمية أو محلية عشان ننفذ هذا المشروع. وعملية التصميم عندنا مش عملية جامدة، هي عملية حية دائماً تتغير عشان تتناسب طبيعة المكان اللي موجود فيه. مثلاً هذا أول جولف كورس تم إنشاؤه بالأردن بإمضاء المصمم العالمي غريغ نورمان. غريغ نورمان عمل لنا التصميم، بعدين لما زار الموقع لأول مرة وتاني مرة اكتشف، شايف انت الريح اللي حوالينا، قرر يستفيد من ميزة هذا الريح وعدل بتصميمه شوية بسيط عشان يتحول الريح لعامل مساعد في بعض الحفر ولصعوبة ببعض الحفر الثانية. وهذا خلق فعليا ميزة لملعب هذا الجولف ورفع لمستوى عالمية من بين كل ملاعب الجولف كورس اللي موجودة بالعالم كلياته. مش بس على الجولف كورس، شايف المبنى الجميل اللي موجود قدامنا هنا، هذا برضه من المباني اللي هو شيل ستراكشر، المباني صعبة. نعم. صحيح بدينا فيه بالإمضاء، هو مصمم عالمي. وبرضه أخذ جائزة. نعم بس التنفيذ صار عن طريق خبرات محلية، وإحنا برضه فخورين إنه هذا أخذ أربع جوائز لغاية هلا، جوائز سواء على كأفضل مبنى معماري وبرضه جوائز مطور، لأنه المبنى برضه بيحقق الاستدامة وبيحقق متطلبات الناس اللي هي موجودة فيه.
والمبنى هذا لازال مرشح لجوائز برضو تانية إنه هو يفوز فيها. نعم. بعد انتهاء الجولة لا يمكن أن تقول إلا أن آيلا هي نموذج جميل لفن معماري عصري يضيف ميزة لمدينة العقبة.